حكينا فيه برشا، حكينا فيه برشا وتبعناه برشا، وفي وقت من الأوقات برشا الناس مش في بالهم إنه الموضوع هذا يتسكر سيء بعد ما تم إعادة 213 حاوية نفايات منزلية إلى إيطاليا. ولكن أخبار زبلة إيطاليا كما يسميها النائب مجدي كرباعي ما زالت متواصلة والمشاكل ما زالت متواصلة. باش نعرفوا شنو اللي صاير ننطلقوا من الحقيقة خدمة قامت بها زميلة صحفية في إذاعة المونستير، وهي أنها تحولت إلى مساكن وتحولت إلى مخزن الشركة الموردة للنفايات هذه في مساكن، وقامت بتصوير فيديوهات وصور تثبت أنه لا وجود للنفايات اللي المفروض هذه تكون موجودة، واللي وزارة البيئة زادة يبدو أنها قالت أنها موجودة، ولكن في الحقيقة الصور تفيد عكس هذا. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع الشخص اللي تبع ياسر الدوسي هذا، اللي فضح الدوسي هذايا واللي تبعه برشا، النائب السابق مجدي الكرباعي معانا في المباشر. مرحبا بيك، صباح الفل. عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين ومستمعات لإذاعة شمس فم. شكرا ليك مجدي الكرباعي، شكرا ليك على دورك المهم جدا اللي كان فارق الحقيقة في الدوسي هذايا متاع النفايات الإيطالية. وهات حطنا في الإطار، على خاطر مجدي الكرباعي فما برشا ناس مش في بالهم إنه الدوسي هذايا تسكر، إنه سايين النفايات رجعت لإيطاليا وما عادش فما المشكل. قلنا شنو اللي صار بالضبط، نعملوا هكا شوية غيكاب واللي نوصلوا للموضوع متاع توا. اللي صار اني كوني في مداخلة اعلامية وكانت مع اذاعتكم وكان مع في برنامج للصحفي امين بيبي، ذكرت باللي كونه راهو ما زالت هناك 1900 طن من النفايات اللي تم حرقها يوم 29 ديسمبر 2021، مخزن الشركة اللي موجود في موردين في منطقة مساكن ما زالت في تونس. وذكرت باللي كونه في يوم 16 فيفري يوم معناها ما تم إجلاء النفايات هذيك من تونس من ميناء السوساء، وزيرة البيئة السيدة ليلى شيخاوي ذلك باللي كونه في مرحلة أولى باش يقع نقل 213 حاوية، وفي مرحلة ثانية باش يقع التفاوض من أجل إرجاع 69 حاوية واللي هما 1900 طن اللي تم حرقها في مكان الشركة هذه. أيوة. اللي قامت معناها باستيراد النفايات هذه. موجود معناها فهمتي خطاب السيدة الوزيرة ومعناها والإعلام تحدث عليه. وكذلك ذكرت باللي كونه باش يقع معناها المطالبة بتعويض لأنه تونس تحمل معناها تونس تحملت معناها المصاريف هذه، وكذلك معناها هناك معناها فهمتي خسائر ويجب على إيطاليا أنها تعود. الحق أنا وقت سمعت التحديد معناها سمعت خطاب هذايا في إيطاليا قامت باتصال بمعناها مسؤولين في منطقة كامبانيا، وهناك من سأل السيد معناها اللي قام بإبرام الاتفاقية هذه واللي هو بنافوتاكولا اللي في معناها في جلسة في البرلمان المحلي في منطقة كامبانيا قال لي كونه راهو احنا ما تفهمناش باش نعوضوا وما تفهمناش كذلك باش نجيبوا هالنفايات المحروقة هذه. ايوه. وقتها انا قلت باللي كونه راهو كيفاش معناها يصير تصريح وفي في الجانب معناها الاخر يصير تصريح اخر. صحيح معناها ثم المسؤولين يقول لك تي شهم فيه هذاك وخليه يحكي كما يحب، نحن دولة نتعاملوا مع دولة. دونك هذا كان هذا معناها نوعا ما تقريبا كان الرد. مشكورة كما ذكرت انت الصحفية جيهان واللي هي معناها إذاعة المونستير تابعت للديكلاراسيون تاعي وتحولت إلى عين المكان. عملت فيديوهات وصورت وبعثت لي الصور، وانا ندمت اللي كونه ما سماش النفايات هذه المحروقة اللي نحكيو عليها. 1900 طن معناها المفروض هي محروقة وموجودة في المخزن متاع الشركة هذية، ما فماش، مش موجودة. وين مشيت؟ لا توجد، لا بالضبط. معناها مع العلم انه حسب الاختبارات وحسب كذلك تقارير إيطالية تثبت باللي كونه هناك نفايات صحية كانت موجودة. وهذا هو المشكل الكبير، يعني هذه الخطورة الكبيرة، معناها لو أنه تم ردم هالنفايات في تونس فإنه فما مشكل كبير اليوم على التونسي.
انا اتصلت بالسيد معناها المدير العام البيئه وجوده الحياه، قال لي لا راهو موجود، النفايات موجوده ونحن ما زلنا نتفاوض مع الجانب الايطالي من اجل ارجاعها. انا مش عارف موجوده وين موجوده. يعني فما حتى معلومه كي قال لك موجوده ولكن ما قالكش وين موجوده معني. لي معناها هو واضح قال لي موجوده في وسط، ما زالتش في مكانها غاديكا معناها في 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 في, في, في في مخزن الشركة، وقاعدين نتفاوضوا مع الجانب الإيطالي لإرجاع النفايات هذه. لكن معناها أنا سؤالي اللي نطرحه هو، حتى شفت الصور أنا شفت كأكوام، معناها شفت كومة كبيرة من التراب، اللي الأرجح أنه وقع ردمها بالتراب غاديكا. وباش نكونوا صريحين، راهو إذا تم ردمها وإذا باش اليوم وفي صورة ما باش يتكلم شكون من المسؤولين باش يقول لك لا راهو باش يتم إرجاعها هذيك، راهو مستحيل أن ترجع عند أسر الخبراء إذا وصلت معناها، إذا وصلت معناها اندفنت معناها في الأرض مستحيل باش تعاود تتخرجها وتهز. انتزجت معناها بالتراب فمستحيل يعتبر معناها تهزيرها معناها الى ايطاليا من معناها وارجاعها الى ايطاليا. الحق معناها هنا السؤال هو علاش هالاستبلاه هذايا للشعب التونسي؟ لماذا هالتعدي على حرمه شعب كامل؟ راهو تدفن النفايات. راهو هنا عندنا منطقه اسمها تيرا دي فوكي نابولي، وقع فيها رد النفايات معناها من هذا معناها كيما نفس العمليه هذه. للاسف يعني ثم نسبة كبيرة من الأمراض السرطانية اللهم عافينا وعافاكم، معناها فهمتني في داخل في صفوف الأطفال يعني نسبة كبيرة برشا، وهذا اللي نخافوا منه. معناها احنا لو انه تم دفن هالنفايات هذه واللي تقولي فيها نفايات صحية، فانه فما خطر كبير على صحة المواطنين، على صحة الأطفال، تنجم تتسبب في أمراض، في أمراض سرطانية. وهنا المعلومة الحقيقة احنا بيتنا قاعدين نحاول راهو نتصلوا من جهتنا بوزارة البيئة، حاولنا باش نتصلوا ما لقيناش جواب إلى حد الآن، ونتمنوا منهم انهم يتدخلوا، لأنه نحكيوا اليوم على قضية دولة، نحكيوا على قضية شعب كامل، نحكيوا على مشكل. اليوم نحبوا إجابة، هل النفايات هذه اللي انتم تقولوا انها موجوده، الصور تثبت انها غير موجوده في البلاصه اللي قاعدين تقولوا انها فوين النفايات هذه؟ هل تم دفنها؟ هل تم ردمها؟ هل تم تحويلها الى مكان اخر؟ يلزم اليوم تكون فما اجابه واضحه على الموضوع هذا. اذا كان فما حاجه نجم نضيفوها مجدي تفضل سيدي. هذه جريمة الدولة، وعلى السلطة انها اليوم تتحرك، النيابة العمومية زي ما تتحرك، لان النيابة العمومية فتحت تحقيق في معناها في حرق النفايات هذيك. اليوم المفروض انه النفايات هذيك تبقى على مكانها ويظل التفاوض مع ايطاليا، مش تجي تلزمها بالتراب ما لا تعلم، خاطر هذيك اصبحت قضية رأي عام. معناها كل حاجة تتعمل، كل خطوة تتاخذ، يلزم انه يلزمنا معناها لازم يعني المعلومة توصل بالضبط، مش نهار اللي رجعنا النفايات مشى وعملوا أربعة تساوى وهاي رجعتوا كذا وسكر الدوسي. شوف الكليشيه نتاع هذاك نتاع فهمتي البهرج هذاك او حكايه هذاك، رانا تجاوزناه. اليوم اصبحنا في معناها في مرحله اخرى، في مرحله اخرى من الدوله في معناها في التعامل مع المواطنين، في التعامل معناها فهمتي مع الشان العام ومع الصحفيين خاصه. هذه حكومه صامته، اول حاجه لا تحب تجاوب، لا تحب تتفاعل، ولا تحب معناها فهمتي تسمع شكون واحد. هذا في ظل معناها ما ثماش حتى اجهزه رقابيه على الحكومه هذه، وبالتالي تعمل اللي يظهر لها وحتى حد ما يحاسبها. لا، هذه صحه اطفالنا وصحه اولادنا والجيل الجاي. اذا المسؤولين اليوم ما يخمموش في هذايا، احنا نخمموا. هم يسكنوا بعاد عنا، اهالينا وعائلاتنا يسكنوا قراب المنطقه دي. ناس استنشقت معناها فهمتي سموم وقت تحرقت النفايات، واليوم تزيد كمل تردد معناها تدفنها تقدمها في ارضها في ترابها في ارضها غاديك، عندهم مفلحتهم، عندهم زيتونهم. شفنا الزيتون اللي قريب معناها من المنطقه هذيك. ما اليوم انا اطالب من المجتمع المدني وكذلك من اهالي منطقه ساكن انهم يتفاعلوا في الموضوع ده، لانه هذه صحتهم هما وصحه اولادهم، ومش هما بالك حتى الشعب التونسي. طبعا مساله النفايات في تونس اصبحت اليوم
ناقوس خطر، هي مسألة ما غير المعقول كرامة إنه المواطن التونسي، والمواطن التونسي تعامل مع الملف هذايا كأنه ملف يمس من كرامته، وهذاك علاش تحرك المجتمع وتحرك الإعلام والشعب الكل في الموضوع هذايا. واليوم مع هالمعلومات اللي قاعدة تجينا نطالبوا بالحق وبكل معناها جدية وزارة البيئة إنها تفعل معانا. احنا قاعدين نحاولوا باش نتصلوا بكم ديجا، إن شاء الله تجاوبونا، إن شاء الله تعطيونا إجابة، خلينا نفيدوا الرأي العام بالمعلومة اللي ينتظرها. ونشكرك برشا مجدي كرباعي على كل